حياكم الله ويا هلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناه سمره الفضائيه بحلقه جديده من برنامج يرهم كلش. اكيد هدايانا مقدمه من شركه سافو للاصباغ والعنايه بالشعر ومركز لها للتجميل ومثلجات جيلاتو. اليوم ما حد حيخسر ويانا، الكل حتفوز ويانا، واكيد شويه حتكون طرافه، شويه اغنيه، شويه شعر، شويه اسئله، لكن حاول تجاوب وياي حتى ما تخسر. دائما يشاركوني بالتصوير المصور صهيب مؤيد وعلي الحسني، وانا اكون بالتقديم خطاب القصاب وياي. مشاهدينا الكرام، بدينا وياكم باول فقره، ويا فقره مثل بمثل، والامثال تضرب ولا تقاس. الكل يعرف الامثال. اريد مثل، اعطيني مثل واعطيني قصه المثل. انطيك مثل يلا، بس القصه ما اعرفها، يعني مو ما اعرفها بس نفتهمها. يلا بالله. والله انا بالنسبه لي اتقي الشر من احسنت اليه. هذا مثل؟ اي مثل له حكمه. والله باش ارجع لك. يلا يلا. ما عندي، ما ادري هو اذا هم ما ادري. يا الله، الفاس وقع بالراس. الفاس وقع بالراس، شنو يعني الفاس وقع بالراس؟ يعني التليفون دق. يعني شلون اقول لك؟ يعني بعد صارت. صار؟ اي وقعت بالراس. اي وقعت بالراس. شلون هسه هاي؟ اي ما درج لك على قد خطاك. يعني شنو؟ يعني انه لا تباوع لي فوق على انت تقدر له، يعني دائما باوع على المستوى اللي مطلوب اللي انت تقدر له. هسه هنا انا عرفت كل وحده من عندكم اعطتني مثل، وهنا ولا واحد بيكم اعطاني مثل. منو الجريئه بيكم؟ غني لي. يلا يلا يلا. اوكي. صح ما متيت من فرقتك بس ناسي راحت بالي، يا ناس يا كوني وهلي من تبعد الشي بقالي، هو انت وياي واحس كلش مكانك خالي، كلش مكانك خالي خالي. شي رد الايام فرقتك تكتل خليها سكته، ما اريد اكمل واضحك بلياك بس جاي امثل خليها سكته ما اريد اكمل. خلو ما اضرب ابوري. لا 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 هسه هنا عوفي ماما، عندك خيارين، يا اما تعطيني شعر يا اما تغني لي. قالت لا ابد ابد. فكري. لا لا ابد. حاولي. ابد. خليك. هسه رايح الامثال. يلا. هسه جينا هنا على اغنيه. لا لا انا غني. انت لا. انا لا. وانت هم لا؟ ولا انا لا. صوتي يفوت العافيه يا غاني. صوت ايش فيه؟ تعال تعال. صوت ايش فيه؟ ها؟ مو مال اغاني يعني. ايش فيه؟ لا انت ايش قلتي؟ صوتك ايش فيه؟ يطرد العافيه. شعر؟ ما احب الاشعار. يا عسى ما عندك شعر؟ شعر؟ يلا انا عندي اشعار بس ناسي. نسيتيهن هسه؟ طارن؟ قامت ترجي في النوب. ما عندي كوما بس ناسيتهن. ناسيتهن. لا متى اتذكر؟ اتذكري اول هديه فزتي وياي انت مقدمه من سافو العناية بالشعر الأصباغ، تستاهلين. وهاي سافو تستاهلين. عمري. تعالي تعالي يا عمري تعالي تعالي. وانت من جاوبتي فزتي وياي بهدية مقدمة من مثلجات جيلاتو، تستاهلين. وهاي الهدية حياك الله. في امي تعالي تعالي. تذكرتي لو لا؟ يا يلا. لا موت موت. لا شنو؟ استحي شنو هاي؟ يلا. استحي. اقول روحي وروحك يا روحي روح بروحين. ايه. لو راحت روحك يا روحي روحي بتروح. لك يا روح جيت رحريش تسوي؟ ها؟ هاي بس روح ورحت وجيت؟ روحك يا روحي روح بروحين. لو راحت. ما عندنا ارواح. ماشي
ما خليكم تروحون خسرانين. انت شنو؟ لا تبقي. اوك بس اقول لك ليش ما تروحين. هاي الهديه مقدمه من ثلاجات جيلاتو، تروحون انتوا العائله منصور شارع 14 رمضان تاكلون ايس كريم. روحي بروحك اندعمت. ربي رزقني في عشق بس هو اللي في بالي، صار النفس مالي ما غيره يحلالي، خلاني اطير بلا جناح يما اش حلو عطر كامي العاد عطره. شكرا لك وتستاهلين الهديه مقدمه من سافو، والهديه تستاهلينها. شكرا شكرا يجنن يخبط طاقه ايجابيه. شكرا جزيلا. تعالوا احنا الكرام بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا برنامج جرهم كلش، خلينا نشوف من اللي حيشارك ويانا من راح يفوز ويانا بهدايانا، لكن ننتقل الى الفقره الثانيه من برنامج يرهم كلش وهي فقره الجواب قبل السؤال. شو تريدين؟ لا تسالني ما اسالك هواي؟ سؤال واحد كافي؟ كافي. لا تخجلك. حلو، سؤال واحد كافي. ماشي. عندنا هواي هدايا وما حد حيطلع خسران. ان شاء الله. والكل راح تفوز. ان شاء الله. متفقين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتك؟ شو اخباركم؟ الله يحفظك. زينين ان شاء الله؟ الحمد لله. تمام. الهدايا هواية. بس ردكم شوية شدون حيلكم حتى تفوزون. ماشي؟ فانتوا اوقفوا حتى تشاركون. اوقفوا لهنا. شلونكم؟ زينين؟ تمام. الفقرة اسمها الجواب قبل السؤال، أنا راح أعطيكم جواب، إيش تعطوني؟ سؤال. حلوين. الجواب 40 سن، حيوان عنده 40 سن، من هو هذا الحيوان؟ 40 سن؟ إيه. إيش مدري؟ والله. غير تغششني تقول لي منو؟ 40 سن؟ إيه 40 سن. اثنين علي اثنين أربعة. إيش مدرين الحوت؟ حوت؟ اي تمام. وياي الحوت. انا ما اعرف. ما تعرفين. هو هذا اللي اريده. تمساح؟ تمساح؟ 40 سن عنده؟ صدق كذب. لك ليش؟ سمك القرش؟ سمك القرش؟ لا ما اعرف. انا اعطيتك جواب لا. يا حيوان عنده 40 سن ما اعرف. الأغنام الخروف. تعرفون لو لا؟ الخروف. خروف؟ ايه. ما تعرفون هسه؟ ايش فيكم بزوني؟ أبد خلاص راح الجواب. السؤال الثاني الجواب 15. ركزوا هاي وياي لأمهاتنا الكبار. 15 سجدة. ايه 15 سجدة. شنو 15 سجدة يعني؟ سجدة؟ كم عدد السجدات في؟ بالصلاة. بالصلاة غير؟ يعني هي مثلا الصبح مثلا ايش كم سجدة؟ اثنين ركعتين اربع سجدات الصبح. ايه اربع سجدات كل 15. انت قلت 15. اي عدد الصلاة ايش جوز؟ عدد الصلاة؟ اي بس انا خليني اقعد احسب هنا اوقف. انا قاعد احسب هنا غير اسئله. تعرفين؟ لا. بس السؤال 15 سجده. يلا ركزوا وياي. 15 سجده راح ابسطها لكم. كم عدد السجدات في ها؟ القران. يلا القران الكريم. حلو؟ 15 سجده. كم عدد السجدات في القران الكريم؟ جاوبتي. زين. تعرف فيهم يمه تشبيش خاك هسه هنا تبقى الجراءة اللي راح يجاوبني بجراءته راح يفوز وياي بهدية. ما هي ما بيها سؤال. هاي بيها لو تنسحبين لو تكملين. متفقين؟ لو تنسحبين لو تكملين. الخيار لك. لو تطيني شعر. تعالوا امي هنا بلاي زحمة. لو تطيني شعر لو تغني لي. اثنينات ما اعرف لا اشعر ولا اغني. ايه تنسحبين؟ طبعا لان لا اعرف اغني ولا اعرف اشعر. حتى لو اعرف نسيت الشعر. تنسحبين؟ اي طبعا اكيد اكيد. شو اسوي لك لا
انا اقول لك شيء اصلا ليش تحرجني؟ انا قلت لك سؤال سهل. طبوخ طبوخ؟ هاي حياتكم بس اكل؟ صدق كذب؟ ماكو، احنا عندنا اسئله، هاي بيها تحديات. ها؟ يلا هذا بده عليه شيء. هذا مو ذا هو حيفوز. فانت بكيفك هسه ايش الخير؟ تنسحبين لو تكملين؟ انسحب. تنسحبين؟ اكيد وياك. اكيد طبعا. اها تمام. خليك واقفه خليك. يا الله. يا الله. نقول يا الله. شنو؟ أغني؟ لا أغنى لا. ولا شعر؟ ولا شعر والله. انت مو قلت السؤال؟ ماكو سؤال، ما جاوبته. يلا عيني تطربني. ركز المايك وتسمع الشعر ولا ذا حبه وصفى قولك انت تفوز. تمام. ما صفى قولك. تمام. يلا. كان رفع الصوت خلي يسمعون. اش كثر حنيت لك يا ترف حنشاه اشتهيتك والوداد وياك. حنشا حضنت ولفي وبستحضر حنشا وحضني وفشك وشيطان بي القوة اللي ما شفته بحد من كشفته ويهني على اللي شبعت من كشفته وعلي صدرك قبالي من كشفته ولا ظلت وشال الدين بي. عندك الخيار أغنية لو شعر ولا واحدة غيرها؟ لا غيرها ما ما اعرف راح اقول بس ما ادري حلو ما ادري ما حلو. اغنيه ولا شعر؟ شعر. شعر؟ هذا اللي اعرفه. يلا نسمع. الخوه مو بالعدد، الخوه رفعت راس، يوسف عنده 11 وحسين بس عباس. هذه؟ هذه شعر؟ كافي. لا لا. ما حافظه. وحده معكم كنت فقط غني لي. يلا. يلا غني غني. شو غني؟ لابسه اصفر اليوم غني. شو غني؟ يلا 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 خلي احد يفوزي. يلا ما حافظه. زوجك؟ اخوي. اخوك؟ يلا حاحسب لك خمسه ولا خمسه تخسرين. واحد. اثنين. اي طوها اسمه غنيين طوها. ها؟ يا مريومه؟ جاب مرتين. وانا اسمي مريومه. يلا. شغلني. كيفك؟ دل خمسه واحد. اوقف اوقف اعطيني اسم اغنيه. اثنين. واحد واحد هاي شو اسمه بعد بعد. ثلاثه. اعطيني وعد للموت. يلا يلا. ما حافظت يعني هالقد اغاني. الا الشغل. شغلت اغنيه؟ ها عيني أليسة. لا خلي ماما أول. ماما تغني؟ لا لا ماما لا. ماما شنو تقول شعر؟ ايه. ماما قولي شعر. بيت شعر. ماما يلا. بيت شعر. ما أعرف أنا أعرف واحد يعني بيت شعر في هدف يقول ليس الفتى من ليس الفتى من قال كان أبي إن الفتى من يقولها أنا ذا. شعر. إيه بيت شعر. ما أغني فهمني. ما تدري مو؟ اعطيني سافو، اعطيني سافو، وهاي الهدية مقدمة من شركة سافو للأصباغ والعناية بالشعر، تستاهلين؟ هاي أنت وقتك. إيه. ها، راح أعطيكم آخر فرصة. تغني لو تعطيني شعر. لا 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 أغني ولا أشعر. الاثنين هم ما أعرفهم إيه. تنسحبين. شو أسوي لك؟ الله يحفظك. اشكرك. كانت لا بالعكس حبيب. عادي بالعلاقة انا وياك كافي. لعزك. كافي لا اشكرك. هلا هلا اشكرك. حجي اكيد يعني كنت اتمنى. تعال يمي. تعالوا يمي هسه هنا. ها. هم لازم اغني يعني؟ والله تغنين والهدية ابغى اعيها شلونها. يلا. شغني زين طيب شو معين؟ حتى لو اجنبية حتى لو تركيا قابل. بس قلت ماما شويه لازم اي يلا اي لا بدون حتى لا حتى يطلع صوت زين. لا ما يخاف يطلع ولا يهمك. لا يطلع ولا يهمك. لا 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 يطلع ولا يهمك. يا حياة الروح قلبي ما ذاق النوم ولا يوم ولا حرته. لازم اكمل والله تكمل. والله والله دارجف والله ما اقدر اغني. والله تكملي على صوت تكمليها وانا انا اعطيك الهديه اعطيني سامي. ما غنيتها زين صوتي دا ارجف والله دا لا لا انا هاي صعب. يلا يلا
لا ضروري؟ اي لا مو ضروري. تمام حعيد. يلا عيد. يا حياة الروح قلبي ما تنام ولا يوم ولا حرتاح راح تنساني وتهواني وتلقاني كل جراح. كافي والله كافي. شيل الهدية مالتك. الهدية مقدمة من شركة سامبو للأصباغ والعناية بالشعر. شكرا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام طبعا برنامجنا برنامج جرهم كلش كل يوم خميس الساعة بالتسعة على قناة سامرة الفضائية، واكيد ومن لحق يشوفها بالتلفزيون تنزل الحلقة باليوتيوب ويشوفها الحلقة كاملة، تكتب قناة سامرة بالعربي وشوف البرنامج برنامج يرهم كلش. شكرا لكم، حياكم الله، تحياتي لكم، باي باي. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم، ابقوا وياي. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يسلمك. شو تشتغلين؟ انا ربت بيت ام يوسف من البياء. هلا هلا. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. شو اسمك؟ هديل. ناصر. خامس. ركزوا وياي اثنيناتكم حتى تفوزون، تمام؟ الفقره اسمها جواب قبل السؤال، انا راح اعطيكم جواب تعطوني سؤال، ماشي؟ اعطيكم جواب تعطوني سؤال، ماشي؟ الجواب 40 سن. الجواب 40 سن، اكو حيوان عنده 40 سن، شنو؟ البقرة؟ لا. الجمل؟ الجمل؟ اي. لا. الحصان يعني؟ لا. زين ها؟ لا ما اعرف. ابا؟ اي. بزونة. بزونة؟ اي. زيادة؟ لا هي اثنين. بس من 40 سنين بس؟ اي يمكن. يعني 40 سنين؟ لا. تعالي تعالي. 40 سنين يعني اكو؟ اي اكو. والله ما اعرف، ماكو غير يعني البقرة، حصان يعني. قلت لها الجواب بس شو اسوي لها؟ قول لي لا مصر. قول لي لا. ماشي. 15 الجواب 15 سجدة. كم عدد، حطيكم اياها حبسطها لكم، 15 سجدة. كم عدد السجدات في ركع؟ لا. كم عدد السجدات في جلوس القرآن؟ دمرتيني. ايه القرآن؟ ايه شنو قولي لي اياها؟ والله ما اعرف. القرآن الكريم يعني؟ شنو؟ 15 سجدة في القرآن؟ ايه صحيح. هسه الخيار لكم، اوكي، حتى تاخذون الجوائز وتاخذون الهدايا وتروحون تغني الاغنية. والله غير الاغنية. لا لا غير الأغنية. ما أعرف. لا لا غير شيء. ما في غيره. أعطيني يلا أغنية بسيطة. يلا تغني. ما أعرف شو أغني. أنا أمشي أخذ الجائزة. غني هو الجوائز هواية. والله ما أدري يعني، بس ذكريني بأغنية أنتي. أصالة إيش؟ أصالة؟ أي. تغنيها أنتي. ما أعرف لا. ما اعرف والله، اعطوني اغنيه ما جاي اتذكر. سوي الخمسه ورا الخمسه حتى خسرين، راح يجوا الناس باعوا لي الهديه. اصالة؟ يلا. لو اليسا. اليسا اليسا يلا هلو. ها اليسا يا بنت اسمع عيني. بس والله نسيتها ما جاي اتذكر من الخوف. واحد اثنين يلا يا راح اقول. اجمل احساس بالكون انك تعشق بجنون وده حالي معك. كافي يلا كافي. هذا ماك. لا ما اقدر. عمي تستاهلين، وهاي الهديه مقدمه من شركه سافو للاصباغ والعنايه بالشعر. شكرا عيني. تسلمون. شكرا. الله يخليك. شكرا عين. الله يسلمك. باي باي. باي. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى الفقره الثالثه من برنامج جرهم كلش، وهي فقره ركز وجاوب. اخويا يا شلونكم؟ زينين؟ الحمد لله. وسكم؟ الاسم؟ سرمن. سجاد. سجاد. اكرم. اكرم شو ضايق؟ والله ما ضايق هيك طبيعتي. اكيد. لا ستايلي. لا يا ابو. حسن. حسوني. حياكم الله. شباب ركزوا وياي، تمام؟ كيفكم؟ تمام. منيحين؟ شو وجهك اصفر؟
متوتر. هاي هاي بالتصوير طالع هيك اقطع. لا لا زين. محمد وسام سمر. كم مره خاين لك؟ ولا مره ابد ابد. احكي صدق وين من الموضوع؟ احكي ترى بالبيت. بس قولي هاي طلعت القضاء والقضاء مالته. لا لا ما خاينك؟ لا ما خاين. تحبيه؟ اي احب. تضحين على موده؟ طبعا. حلو حلو. حسنا قبل لا اجيكم خل ابلش وياهم لان موضوع بتضحيه ترى. ركزي وياي جمله تقولي ليها سبع مرات على السريع. سبع مرات على السريع. على السريع. تاخذين ويانا هدايا. عندنا مركز تجميل وعندنا منتجات سافو وعندنا مثلجات جيلاتو. تمام. شمس شمس تمشي وشمس مشمسه. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس دقيقة عرفتيها هسه؟ شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس قول يا ما دبرها. جرب. شمس تمشي وشمس مشمسة. عشرة سبع مرات. شنو السالفة؟ سبع مرات عشرة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. على السريع سبع مرات. على السريع. شمس تمشي وشمس مشمشة. شمس تمشي وشمس مشمشة. واحد عصير منك. اعطيني اعطيني. يلا عيني شلونك قول لي اياها الجمله. زين الحمد لله. شنو هي الجمله؟ عيده. شمس تمشي وشمس مشمسة. سبع مرات على السريع. على السريع. يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. مش الشمس تمشي وشمس مشمسة. الشمس تمشي وشمس مشمسة. الشمس تمشي وشمس مشمسة. الشمس تمشي وشمس مشمسة. بتشربك منين جايبه؟ تمام. انا اعصابي مشدودة. تمام. هسه هذا السؤال نعوفه. نجع على السؤال. كان اكو واحد هنا وين راح؟ سمع بالسؤال خاب نسب. تمام. نجع على السؤال الثاني حتى ان شاء الله تفوزون. تمام. السؤال الثاني صفحة سبعة صعبة. يلا سبعة على السريع. صفحة سبعة صعبة. 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 صفحة سبعة. حلو حلو. صفحة سبعة صعبة. هلا تسكت انت تحكي. عوف عوف هنا عند الأراضي رايحة. يلا شنو السؤال؟ صفحة سبعة صعبة. زين والله تقول لي يا مرتين. خلي أقولها مرة. ما أعرف ما أقدر. لا صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. تمام. قام يوصل حتى ما لحق تحفظها. يلا صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة سبعة في سبعة شقد؟ اعطوني عد لي. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. سبعة. تمام. هسه هنا بس انت جاوبتي. حلو؟ هسه هنا حتى واحد بيكم يفوز وياي. منو بيكم يغني؟ ولا يمه. انا اعزف بس ما جايب الجيتار. اغني. يلا. سمعني صوتك. لا تروحون حتى عشان تكونوا تفوزون. يلا. 1 2 كيو. اريد الله يسامحني لان اذيت نفسه طيبة قلبي اذتني تعبتك يا روح وياي انا بحقي غلطه لا بتبحالي لعبة شنت بالناس وهم مشيت بني طيبة صاحبت الوفي وخاب غدر بي الأحبة شلون تعلي بنيان ويروح الناس غربة وعد مني وعد بعد ما حببت ولا انطي مجال كل شيء وين حال. والله عمي على صوتك.
حلو. اذا غنيت اغنيه زوجك وتقولي له حبيبي اي لاف يو تاخذين الهديه. اول شيء تاخذ الهديه، اول هديه مقدمه من ثلاجات جيلاتو المنصور شهر 14 رمضان، تروحون انت وصديقك. لا اي لا عشان بالك مو وحدك، لا لا اخذها اخذها انت حتى خاف يروح. تاخذوها تستاهلون عليكم حبيب. مبروك. شو تسوي؟ اوقف يلا غني بسرعه. ما اعرف. اعطيني هديه. هاي الهديه مقدمه من شركه سافو للاصباغ، تستاهلين. بس اسمع قبل كل شيء، تعرفين امي غني له ولا والله ما اعرف؟ والله ما اعرف. ترى اخذها ولا انا بطقيها من جيبي هالعداء فخيه. يلا زين تحبين؟ اي طبعا. تحبين رجلك؟ اي طبعا. من يقول؟ انا. زين قول لي تمثل. احبه. ما دا اسمع قولي. هاي ورطه تقولي احبه. احبه. تحياتي لكم. حبيبي. شكرا. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام بعدين مستمرين وياكم فقرة ركز وجاوب. ابقوا وياي. شلونك؟ الله يسلمك. اول شيء تحياتي لكم وبرنامجكم هذا الحلو حبيبي. حياك الله. يسلمك. تتوقع تتمرن تخسر البرنامج لو لا؟ والله شبه شبه تمام. جهالك؟ اي العد. تعال 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 تعال. شو اسمك؟ اني. ايه اني. اسمك اني؟ حبيت الاسم. شو اسمك؟ ميلا. ميلا. ام ام ميلا. ام ميلا. شو ضايقك؟ مضوجي شرجلي؟ لا اكيد. لا والله تمي هسه كلها كتشياب. الله يسلمك. الله الوجه انقلب احمر. تمام. الفقره اسمها ركز وجاوب. تركزون قبل لا تجاوبون. ماشي. ابدي بيك لو بيها. كيف بيها؟ بيها. وش تقول؟ غلا ورطه الها. ها بيك. تمام. قولي لي هاي الجملة سبع مرات على السريع. سبع مرات تقولين هاي الجملة على السريع. تمام؟ بس أنت اسمع صوتك. شمس شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس. خلاص أنت غلطتي. هسه الورطة إليه. يلا. يلا عيني. قل لي. هاي الجملة شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. أنا بأول واحدة غلطت وما راح أدبرها للأخير. أطقها؟ أي والله. ماشي. قول لي صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة شنو؟ صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. صفحة 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 صفحة. اي اي وزع صفحات هنا أنا الأخ. يلا يلا. هاي وين تلقاهم ذني؟ ما تقول لي وين تلقاهم؟ والله اليوم ما أفوز لو ما أدري شو يصير. هذا مموتني وغير جو حار. ها حبيبي ها. يلا يلا زين ماشي. تحب زوجتك؟ ليش تعال؟ تضحي على موتها؟ طبعا. متأكد منها حكايتك؟ طبعا. أنت متأكدة من هو يضحي على موتك؟ اي. غني لها أغنية. شلوني؟ حبيبتي أم بيتي الغالية حبيبتي ثم البقية. بس هاي عابضة ما البقية شنو؟ تاتي مو؟ من يقول؟ شو ما مقتنع عادي؟ لا والله على شنو تقتنع؟ والله؟ والله ما تحبي؟ اي طبعا. تضحين على مودي؟ اي طبعا. أدسمع كلمة جملة حلوة عالية بصوت عالي إلي ما حق لك غني؟ ما يقول أنا تغني مو لو تتغني؟ شعر بيها مجال شعر؟ ما تعرف شعر. يلا. احبك واموت عليك، ماكو احلى من هاي الكلمة. احبك واموت عليك، يعني ماكو احلى من هاي الكلمة، الك كاظم زوجي غير. زوجي عيطني هدية ما سافر بسرعة. يلا وهالهدية مقدمة من شركة سافو للأصباغ والعناية بالشعر، زين، مستعملة سافو؟ استعمليه وشوفي. ان شاء الله. زين سؤال قرب قرب. قوليها الجمله مرت لك عيديها. شمس اي شنو تمشي وشمس مشمسه.
شمس تمشي وشمس مشمسة، شمس تمشي وشمس مشمسة، شمس تمشي وشمس مشمسة، شمس تمشي وشمس مشمسة، شمس تمشي وشمس مشمسة. أنا ما أعرف أنا والله ما أقولها. لا أقولها أقولها. والله شمس تمشي وشمس مشمسة، شمس تمشي وشمس مشمسة. مشمسة. شكرا لكم، تحياتي لكم. يلا باي باي. اي باي باي. قل له قل له اشتري لي، قل له اشتري لي، قل له اشتري لي. تعطيني. تحياتي لكم، حياكم الله، حياكم الله، تحياتي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لكم الى اخر فقره من برنامج جرهم كلش، وهي فقره موبايلك. فقره موبايلك الخيار لك، يا اما تعطيني تليفون، يا اما تقول لي اغنيه او سمعني اغنيه او سمعني شعر حتى تفوز وياي. ابقوا وياي. طبعا مشاهدينا الكرام، هي فقره موبايلك، فقره موبايلك بيها شغلتين، يا اما تعطيني موبايلك، يا اما اقول لك شيء اطلبه من عندك يسوي. شو تقول سيد؟ تمام. شلونك سيدنا؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ شهد. ها؟ شهد. شو الدوام اللي تشتغلين؟ انا دينتست. دينتست. مرحبا. مرحبا. حبتين. ها؟ حوراء. حوراء. حوراء شو تشتغلين؟ ربك بيت. ربك بيت. وادي مجيد. ها؟ وادي مجيد. شو تشتغل؟ خلفه مال البناء. خلفه. وين تشتغل؟ شو اسمك؟ غير تقول لي شو اشتغل اسالني. انا اسمي صدام حسين، اشتغل بشركه تجاره الكترونيه مبيعات. وقف هنا انت، شو اسمك؟ صدام حسين. صدام حسين. احنا بكيفنا. تعال سيد امي، تعال هنا، تعال. اسمك صدام حسين؟ اي نعم، اسمي صدام حسين. الله يسلمك حبيبي. زين، قلت هسه شغله يمكم، الاحبدي بيكم والخيار إلك. الفقرة اسمها موبايلك، تعطيني موبايلك وافتح كل البرامج اللي بيها واقولها قدام الكاميرا، او تقولي لي شعر. لا ولا هاي. او اغنية. ما اعرف اغني اي اغنية. المهم المهم حتى تطفري من سالفة الموبايل. زين اوكي، انطيك تليفوني بس الصورة الشخصية غيرها عادي. صورة شخصية غيري؟ اي اللي هي الكفر فوتو مال تليفون. انا ما راح اروح على الصورة الشخصية، انا حطب على الاستوديو وطب على الواتساب وراح اطب على كل استوديو. لا واتساب عادي، بس استوديو لا، بس الواتساب عادي. واتساب عادي. عادي. بس ما تغني. لا ما اغني. ما طب على الاستوديو. استوديو لا، يعني غير برنامج عادي بس استوديو لا. فكر وارجع لي. اوكي. التليفون لو شعر واغنية. بس شعر دارمي يعني. اي دارمي. هنا طفرت بالسالفه. يلا يلا دارمي دارمي. شنو مش مشه شنو هاي اغنيه؟ شنو؟ ها؟ بس وقف ها؟ التليفون. لا. شاعره؟ وقف وقف، شنو هذا؟ التليفون مالتك؟ لا هذا مو مالتك. جيبي. اعطيني اياه. اي دقيقة، تليفونك هذا؟ يعني افتحه؟ هسا التليفون افتح الاستديو؟ افتح الواتساب؟ افتح كل البرامج؟ كلهن. تليفوني؟ نعم. هواي يسافرون، هواي يسافرون. تم حجز المقاعد الى انطاليا. زين تعالوا التليفون. شو التليفون اختك؟ ايه طلع التليفون. طين تليفونك؟ لا لا تليفونها بالبيت. تليفونها بالبيت؟ ايه تمام. هات التليفون. حلو، تعالي حبيبي التليفون. لو تغني لي غني لي. ماكو شيء. روح هناك هناك المصور، قول له شكو بسرعه بسرعه. حلو المصور. يلا شنو تريد؟ أغنية. أغنية؟ إيه. ما حافظ أغنية. ما حافظ. إيه. حلو. صدام حسين. عين أنت حبيبي. أغنية. أغنية ما أعرف أغني. صدام. نعم. يا حبيبي. شوف صدام حسين فدي يوم يغني. عفوا سلام عود. صدام السياسة. صدام أغنية ولا لا؟ لا ما. تنسحب ولا لا؟ من أي ناحية انسحب؟ تنسحب الأغنية؟ أنسحب بينا. عفيه انت ريدك. اي هيك. نعم. اي اكيد تنسحب. اغنيه ما اغني بس غير شيء. ماكو اغنيه؟ لا اغنيه ما اعرف. شو جت الفنان
تمام ماكو، تعال عين يمي. قدام ياكل ولا لا؟ حلو. التليفون اي عادي. الاستديو لا كيفك؟ هاي الهديه مقدمه من شركه سافو. مستعملين سافو؟ اي ما اصباغ الشعر. ما شنو؟ اصباغ الشعر كوزمتيك ميك اب فور هير. تستاهلين. وهاي الهديه الاخ الك. وين صافون؟ وين رايح؟ هاي مقدمه من مركز لها للتجميل. روح لبخن عيني، روح لبخن. اي عيني لبخن. انت هنا متزوج؟ متزوج؟ مين عزابي؟ زين هسه اعطيكم مال تجميل، شو تسوون؟ اظافركم؟ لا شو تسوي؟ شو تسوون؟ اهم شيء شوفتك حبيبي تدوى قلبك. حياك الله، شكرا لكم. بعد روح على راسي. تحياتي حبيب قلبي على راسي. اتشرف. عطفن بشبابها لاختك خطيه. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك للكادر. شو رايكم في البرنامج؟ حلو؟ شو رايكم فيه؟ والله كلش حلو، برنامج ممتع، برنامج تحياتي لك حبيبي قلبي على راسي. الله يحييك حبيبي. مشاهدينا الكرام، شكرا لمن تابعنا عبر قناه سامر الفضائيه، شكرا الى اداره مول المنصور، شكرا الى قناه سامر الفضائيه. انتظروا البرنامج يوم الخميس الساعه 9 بالليل. شكرا علي الحسني، شكرا صهيب مؤيد، وان ياكم بالتقديم خطاب القصاب. اودعناكم.